الاستراتيجية رقم 2، تعرف إلى ذاتك. كيف يساعد تقويمك لنفسك إلى التخلص من العوائق التي تعترض ثقتك بإمكاناتك؟ في اليونان القديمة، صدق الفلاسفة بقوة أن معرفة الذات هي مفتاح الاستفادة من الإمكانات البشرية، فنقشوا عبارة اعرف نفسك على جدار معبد أبولو المبجل. منذ ذلك الوقت أمعن فلاسفة ورجال دين وكتاب على حد سواء التفكير في طبيعة البشرية وإحساسنا بذاتنا. ما هي طبيعة البشر؟ كيف يختبر البشر الألم؟ ما هي المشاعر؟ ولماذا تنتابنا؟ حتى وقت قريب جاءت معظم الاستنتاجات من ملحوظات خارجية أو عمليات تفكر. على كل حال، نمتلك القدرة الآن بفضل التقانة على ربط عالمينا الخارجي والداخلي بطرق لم يكن بمقدور سقراط أو أفلاطون تخيلها. لقد تطورنا من استخدام خواتم عديمة القيمة لتحسين المزاج إلى الكشف عن حالنا الوجدانية، إلى امتلاك تقانة حقيقية لفهم ما يجري داخل أجسادنا على مستوى فكري وعاطفي وحتى جزيئي. نحن نشهد حقبة جديدة يستطيع الناس فيها الحصول على صورة شخصية ولحظية لما يوجد داخل أجسادهم من أعضاء، خلايا، حمض نووي، وعالم كامل من جزيئات أعضاء صغيرة أخرى. بات بمقدورنا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي التحديق فعلا في الدماغ لرؤية كيف تؤثر محفزات مثل التوتر على اتخاذ القرار، وأيها تؤدي إلى استجابات فيزيولوجية مثل زيادة معدل خفقان القلب والتعرق والصداع. لقد ساعدنا العلم في فهم بعض نتائج المحفزات السلبية، ويفيدنا حاليا في إدراك تأثيرات المنبهات الإيجابية أيضا. على سبيل المثال، صار الرياضيون اليوم أضخم وأقوى وأسرع من قبل لأنهم قد تعلموا شحذ أبدانهم وأذهانهم للاستفادة المثلى من إمكاناتهم. ماذا لو قمنا بتبني ذلك الإصرار والانضباط نفسه لتطوير عقولنا من مستوى عصبون أي خلية عصبية إلى مستوى نظام عصبي بأكمله؟ تمنحك معرفة الذات قوة كبيرة. في هذه الاستراتيجية الثانية سأعرض عليكم كيف يمكن للتقانة مساعدتكم في فهم إمكاناتكم بمنحكم بيانات دقيقة عن عاداتكم، ومن ثم استخدام تلك المعلومات لتعزيز سلامتكم. التحدي: تعرف إلى العوائق التي تعترض طريقك. على الرغم من كوننا بشراً واسعي المعرفة حالياً، إلا أننا جميعاً نتخذ قرارات غير ملائمة من وقت إلى آخر، قرارات تعوق استغلالنا لأقصى إمكاناتنا. يعزى السبب إلى أننا نفتقر غالباً إلى المعرفة الأساسية بأنفسنا، والتي تجعل عقلنا يشكل نماذج ملائمة عما يعد عملاً جيداً أو سيئاً بالنسبة إلينا. المشكلة أنه تكون لدينا أحياناً معلومات نظن أنها كافية لتمحيص فكرة ما كما ينبغي. على كل حال، عندما ننظر إلى الأمر عن كثب، نكتشف فجوات كبيرة في عملية تفكيرنا. تعرف هذه الظاهرة باسم خداع الحواف، أي وهم بصري، وتستند على التجريبية أي الاستدلال، عمليات معرفية تساعد على إنشاء إحساس سريع بالعالم. على الرغم من أنها قد تكون مغلوطة، لفهم آلية عمل هذه الظاهرة ألقي نظرة على الصورة الآتية. عندما تنظر إلى كل صورة يبدأ دماغك في إضافة أشكال وخطوط يتراءى لك أنها موجودة على الرغم من أنها ليست كذلك في الواقع. يعمل الدماغ بالطريقة نفسها في كل مرة نواجه فيها تحديا جديدا. يسجل الدماغ معلومات رئيسة عن المهمة، من ثم يملأ الفجوات بمعرفة وهمية أي متخيلة قد تكون دقيقة أو لا. للحصول على استنتاجات يتضح في معظم الوقت أننا مخطئون تماما بشأن ما يجري في الواقع. تراوح نسبة الخطأ بين 50% إلى 80%. ربما كنت تفكر بهذه الطريقة بشأن زوجك، وقد بات لديك الآن البرهان العلمي لهذه المعضلة. لهذا السبب يقول علماء النفس وكتاب مثل دان أريلي إننا في الحقيقة غير منطقيين على نحو متوقع في عملية اتخاذ القرار. إذن إذا أردت مثالا واقعيا عن طريقة تفكيرك على نحو غير منطقي، اسأل والدا أو أخا أو صديقا أو حتى حبيبا سابقا عن ذلك. أنا واثقة بأن أي واحد منهم سيكون سعيدا بتزويدك بقائمة تفصيلية من الأمثلة. إذا أردنا أن نتعلم حقا التغلب على التحديات والاستفادة المثلى من إمكاناتنا، يجب أن نكتشف كيف نميز المعرفة الوهمية في بيئتنا التي تعوق رأينا السديد. يمكن أن نبدأ آنذاك فقط في إعادة تأطير عمليات تفكيرنا لنستطيع الشروع في ملء الفجوات، حيث نحتاج إلى مزيد من الحقائق والمعلومات التي تجعلنا نتخذ قرارات أكثر حكمة. تهدد المعرفة الوهمية بعرقلة عملية صنع القرار وتشوه تصورنا للحقيقة.
تتوارى هذه الأفكار الهدامة في أصغر الأفكار وأكثرها عزلة في أذهاننا، وفي همسات الكذب داخل عقولنا، وبذور الشك المنتشرة في كل مكان، وتعوقنا عن الاستفادة من كل إمكاناتنا. إن أهم عامل في اتخاذ قرارات أفضل هو قضاء وقت كاف للتفكير بإمعان في التفاصيل التي تكون البيئة المحيطة بنا. لقد سمعت على الأرجح بهذه العبارة: من الصعب رؤية الغابة بسبب الأشجار، يستحق الأمر التوقف قليلاً لندرك أنه لن تكون هناك غابة من دون أشجار. نعرف التفاؤل في جوتينك بأنه التصديق بأن سلوكنا مهم. عندما نتشبث بهذه الفكرة نبدأ التحكم بتلك اللحظات الصغيرة، مدركين أنها ليست مجرد أفكار عابرة وإنما خيارات حاسمة تكون مستقبلنا. يصير التغيير مستحيلا من الناحية الفعلية حتى تصدق أن سلوكك يحدث فرقا. تحظى بفرصة كل يوم لاتخاذ قرار فاعل بأن سلوكك مهم فعلا من أجل نجاحك وسعادتك، ليس في المستقبل البعيد وإنما حالاً وهنا في حياتك. الاستراتيجية: الاهتمام بقراراتك المصغرة. تبادل أفراد أسرتي بمرور السنين المزاج بشأن حبي لجداول برنامج إكسل. مرحباً إيمي، سنذهب إلى دار العرض، هل تريدين تنظيم جدول بشأن ما سنراه؟ من الإنصاف القول إنني قد كسبت هذه السمعة عبر استخدامي للجداول الإلكترونية في تقويم كل نقطة تحول في حياتي، وفيها إمكانية زواج أو تغيير مهنتي أو الانتقال أو حتى إنجاب طفل ثالث. على الرغم من هذا أبرر قضاء ساعات لا تحصى في المثابرة على تلك الخيارات بأن كل واحد منها قرار مهم جداً. على كل حال، عندما يتعلق الأمر بالقرارات الصغيرة في حياتي أتخذها بسرعة عادة. بوصف أم عاملة أعتني بثلاث بنات وكلبين، أبدأ يومي غالبا مثل طيار آلي، مما يعني أن عملية صنعي للقرار تتم على مسار قد لا يكون الأمثل لوقتي أو طاقتي. أتخذ بنحو تلقائي قرارات مصغرة بشأن تأجيل أعمال معينة أو التخلف عن الحصة التدريبية مجددا أو الرد على مكالمة هاتفية أو السماح لبناتي بمشاهدة برنامج آخر لأتمكن من إنجاز ما أريد القيام به. أفعل هذا من دون أن أخذ بالحسبان التأثيرات المتداخلة لتلك القرارات الصغيرة في حياتي. أدعو هذه الإجراءات بخيارات مصغرة، وتعد لبنات بناء العادات. تكون الخيارات المصغرة سبب في انحدارك الزلق على سفح جبل أو الصخرة التي تمنحك موطئ قدم ثابت لمواصلة تسلق المرتفع. تعد هذه القرارات الصغيرة التي تبدو غير مترابطة أو ضارة أكبر العقبات أمام إنتاجيتنا وسعادتنا أيضا في نهاية المطاف. تبدو القرارات المصغرة منفصلة غالبا عن النزاعات الأوسع انتشارا، لأننا نقنع أنفسنا أنها صغيرة جدا في سياق أمور أكبر كثيرا ولا تحدث فرقا. لا تكون أكبر القرارات التي نواجهها في الحياة أحداثا منعزلة أبدا، وإنما تتكون عبر سلسلة من الخطوات الصغيرة التي نقوم بها بمرور الوقت، سواء بنحو واع أو لا شعوري. كيف تؤثر قراراتك المصغرة على مقر عملك أو جماعتك أو أسرتك؟ هل يحفز الخوف أم الحقائق خياراتك؟ هل تتدمر بشأن بيئتك أو تعمل لتكون أفضل؟ في هذه الاستراتيجية سأصف 4 طرق لاستخدام التقانة من أجل مساعدتك في الاهتمام بقراراتك المصغرة والاستفادة المثلى من إمكاناتك. هل أنت ملائم لهذا؟ أعلن الفيلسوف القديم بروتاغوراس على نحو معروف أن الإنسان مقياس كل الأشياء، ولكن قد تكون العبارة الأكثر انسجاماً مع وقتنا الحاضر هي مقياس كل الأشياء إنساني. انضم آلاف الأشخاص المعجبين بهذه الفكرة في أكثر من 30 بلداً إلى حركة إلكترونية تدعى القياس الكمي للذات. يلتزم أفراد هذه المجموعة بتسجيل بياناتهم الحيوية أو تدوين معلوماتهم الشخصية، ومن ثم مشاركة نتائجهم مع العالم في محاولة لفهم الطبيعة البشرية على نحو أفضل. لكن قد تتساءل، من سيسجل بياناتك الحيوية عوضاً عن أن يعيش اللحظة ببساطة؟ ربما تندهش حين تعلم الجواب: أنت. هناك احتمال بأن تكون قد دونت تلك المعلومات في نموذج أو آخر في إحدى مراحل حياتك باستخدام ساعة رياضية أو عداد خطأ أو جهاز رشاقة أو حتى آيفون. تسجيل البيانات الحيوية: يعد تسجيل البيانات الحيوية بإيجاز مجرد طريقة لدراسة نفسك والعالم من حولك بمرور الوقت. كانت بعض ألمع العقول في العالم قد أشارت إلى فكرة تدوين البيانات الحيوية قبل وقت طويل من ظهور الهواتف الذكية والحواسيب. كان معروفاً عن ليوناردو دافينشي أنه يحمل دائماً دفترين صغيرين لتسجيل ملاحظات عن نفسه والعالم المحيط به. بنحو مشابه، احتفظ بنجامين فرانكلين بدفتر يومي لمتابعة تقدمه في التحلي ب30 فضيلة شخصية ستؤدي إلى تمتعه بالكمال الأخلاقي.
كتب فرانكلين في سيرته الذاتية التي خطها بنفسه: دهشت حين وجدت نفسي مملوءا عيوبا أكثر مما قد تخيلت، لكن شعرت بالرضا لدى رؤيتها تتلاشى. لست واثقة بأنني أريد معرفة عدد عيوبي الأخلاقية أو نشرها على الملأ، ولكن لحسن الحظ هناك طرق أخرى لتسجيل البيانات الحيوية والاستفادة منها في إجراء تقويم ذاتي. نحن محظوظون كفاية اليوم لأننا نعيش في عصر نهضة رقمية، تجدد بكل ما تعنيه الكلمة، الطريقة التي نفهم ونراقب فيها أنفسنا. على خطى دافينشي وفرانكلين، يتقدم عدد من الأفراد على الطريق أمام باقي الناس لاكتشاف فوائد تسجيل البيانات الحيوية ومعلومات تحسين الحياة. لا ينبغي أن يستغرق تسجيل البيانات الحيوية وقتا طويلا أو أن يكون معقدا، وإنما ببساطة وسيلة لمتابعة عاداتك بطريقة إلكترونية. الفائدة من القيام بهذا هي أنك تلقي نظرة مؤتتمة على معلوماتك. ما يثير اهتمامي بشأن تسجيل هذه البيانات هو احتمال أن أشهد نهضة في حياتي وأن أستفيد من تلك المعلومات الصغيرة لإجراء تغييرات إيجابية في طريقة عيشي. لدينا القدرة والإمكانية الآن لدراسة أنفسنا على عدة مستويات باستخدام أجهزة محمولة يمكن أن تساعد على تسجيل معلومات متعلقة بصحة إنتاجيتنا وسلامتنا وسعادتنا أيضا. يساعد تسجيل البيانات الحيوية على دراسة وربط نقاط مختلفة تتعلق بالطرق التي تؤثر بها عوامل غير مترابطة ظاهريا مثل الطقس وجودة الهواء وحتى التوقيت على مزاجنا وإنتاجيتنا. تسهم هذه المعرفة في زيادة وعينا وتساعدنا في الابتعاد عن أنماط سلوك سلبية لا شعورية نحو مزيد من الخيارات الإيجابية الواعية التي تدفعنا في النهاية نحو مزيد من النجاح والسعادة. بالاستفادة من فضولنا الفطري ورغبتنا بحل المشكلات، يمكن أن يقدم تسجيل البيانات الحيوية وسيلة قيمة لتعزيز قدراتنا وسعادتنا المستقبلية. تقويم تقدمك. كيف تعرف إن كنت أكثر سعادة فعلاً بمرور الوقت؟ إن كان تعزيز رفاهك يؤدي في الواقع إلى زيادة إنتاجيتك أو نجاحك، على الرغم من أن تطبيقات كثيرة تضم مقاييس لمساعدتك في متابعة تقدمك، إليك بعض الأسئلة الإرشادية لمساعدتك في تقويم تطور حالتك. ما هي التغييرات التي قد رأيتها في الأسبوع الماضي، الشهر والسنة؟ ماذا يمكن أن تتعلم من هذه التغييرات؟ هل لاحظت أي نتائج أو توجهات غير معتادة؟ ما هي المعلومات الإضافية التي ستكون معرفتها مفيدة؟ ما هي الخطوة التي يمكن أن تتخذها لتحسين نتائجك؟ نشط معلوماتك من أجل التغيير. تعد المعلومات إحدى أهم مصادر التحفيز والقوة. على كل حال، كما يقول شقيقي تشون في أحاديثه غالباً، المعلومة وحدها لا تحدث تغييراً. لا تكون البيانات مفيدة وملائمة إلا حين تقدم تبصرة بشأن عملية اتخاذ القرار وتساعدنا في معرفة ما ينبغي فعله بتلك المعلومات وتدفعنا إلى إنجاز عمل ذي مغزى. لم يكن بمقدورنا حتى وقت قريب إلا جمع البيانات فقط، ولكن لم تكن لدينا فكرة عما نفعله بها. بعد طرح الساعات الذكية أول مرة، كان 30% من المستخدمين فحسب لا يزالون يرتدونها بعد 3 شهور من ذلك. لماذا؟ لأن المستخدمين لم تكن لديهم فكرة عما يفعلونه بالبيانات التي تزودهم بها. تقانة الإقناع موجودة في كل مكان حولنا، وهي تغير فعلا طريقة تفكيرنا ومسار تطور عاداتنا. طبعاً، لا تهدف كل تقانات الإقناع إلى جعلك تتحرك في الاتجاه الصحيح. تنتج التقانة حالياً مزيداً من الأفكار الاستهلاكية القوية، وستواصل شركات استثمارية استخدام تلك المعلومات لجعلك تنفق مزيداً من الأموال أو تبني سلوكاً معين. هذا النوع من التسويق فاعل جداً لأنه يستهدف قراراتك المصغرة في لحظات بحثك عن معلومات في بيئتك، ويقدم ببساطة اقتراحات تهدف إلى دفع قراراتك في اتجاه معين. تخيل صعوبة الالتزام بميزانيتك إذا استطاعت المتاجر أن تعرف تلقائيا ما تفضله من الألوان والأزياء لتجهز نافذة العرض قبل أن تدخل إليها، أو حاول فقط أن تتوقف عن شرب القهوة إذا كان مطبخك المؤتمت في منزلك الجديد يعرف أنك تحب كوبا دافئا منها في الصباح ولم تتخلى عن تلك العادة أبدا. تثير سيناريوهات مثل هذه سؤالا: إذا كانت هناك شركات تنفق الملايين لجمع بيانات عنك ومعرفة ما تفكر فيه، لماذا لا تستخدم أنت هذا الكنز الدفين من المعلومات لتتقدم عليها خطوة واحدة على الأقل؟ تتحسن تقانة الإقناع في معرفتك على نحو أفضل عبر جمعها بيانات عنك، ولكن الحقيقة هي أنها تعرف عنك أموراً في قراراتك السابقة فحسب، لا ما ترغب بأن تصبح عليه في المستقبل. في كتابه تقانة الإقناع استخدام الحواسيب لتغيير ما نفكر فيه ونفعله، يحرص فوغ على بيان أن التقانة لا ينبغي أن تكون قصرية إطلاقاً، وأنه يجب أن يكون لدينا دائما دور فاعل في كيف
ومتى وأين ولماذا ندع العالم الرقمي يدخل حياتنا؟ في الاستراتيجية رقم 3 سأطلعك على بعض التطبيقات المصممة خصيصا لدفعك نحو اتخاذ مزيد من الخيارات الإيجابية في حياتك. عندما نمعن التفكير بطريقة استخدامنا للتقانة والمعلومات التي تكون قراراتنا، نصبح أكثر فطنة بشأن محاولتنا الاستفادة من كل إمكاناتنا. نظرة متفحصة عليك. اصطحبت ابنة شقيقي قبل بضعة شهور إلى متحف بروت للعلوم في دالاس. كان هناك عرض رائع عن تقانة النانو، حيث يمكنك تفحص جناح فراشة ضئيلة تحت مجهر ضخم لرؤية تفاصيل أكثر وضوحا. تدور ببساطة دولابا صغيرا مخصصا للأطفال، وهذا ما فعلته الصغيرة بابتهاج عدة مرات، مما جعل الصورة تكبر وتتضخم. بدأ أنه لا يوجد نهاية لقدرات التكبير حين ركز المجهر على أصغر الجزيئات في كل خلية. كان العمق والتفاصيل مدهشين حقا. على الرغم من أننا كنا ننظر إلى أدق الجسيمات الموجودة في حشرة، إلا أن المعرض جعلني أمعن التفكير بشأن مدى تعقيد وروعة الطبيعة البشرية. عندما تقضي وقتا في التفكر بطريقة عمل عقلنا وجسدنا معا، يمكن أن تكتشف مصادر شتى للتبصر. إذا كان بمقدور عقولنا ترك بصمة خاصة بها كما تفعل أناملنا، كيف سيبدو شكلها؟ يتمتع كل منا بمزيج فريد من المعرفات، أي محددات الهوية، ويتمثل ذلك في طريقة تفكيرنا وتصرفنا لاحقا. حتى وقت قريب لم يكن بمقدورنا تقديم غير تخمينات فقط عن هذه المعرفات. على كل حال، إذا كان بمقدور التلويح بعصا سحرية ووضع تقرير أمامك يطلعك على كل ما ينبغي أن تعرفه عن عقلك وجسدك، هل سيكون بمقدورك أن تتعرف إلى نفسك؟ الجواب لا، على الأرجح، لأننا لم نمتلك إطلاقا هذا النوع من المعلومات لتقديم تلك الصورة الكاملة عن أنفسنا. على كل حال، يمنحنا اقتران الثورة التكنولوجية بأخرى معرفية وسيلة جديدة فاعلة يمكننا استخدامها في محاولتنا الاستفادة من كل إمكاناتنا. يمكننا في الواقع الانتقال إلى مستوى أعلى من الفهم لبصمة عقلنا الفريدة التي تضم عمليات التفكير والنوايا والأهداف والاهتمامات. بدأنا حاليا ربط تقانات جديدة بهذه الدراية، وصرنا نتمتع بالقدرة على معرفة أنفسنا وتوجيه أفعالنا بعمق أكبر وتكوين سعادتنا المستقبلية أيضا بطرق أكثر جدوى. يعد استخدام الأجهزة القابلة لارتداء إحدى أفضل الطرق لكسب هذه المعرفة عن تعقيدات حياتك اليومية. تأتي هذه الأدوات بكل الأشكال والأحجام اليوم، من ساعات إلى ثياب، ومن ملحقات أحذية إلى قلائد. مع انتشار معدات وأجهزة جديدة في الأسواق، من السهل توقع ارتفاع احتمالات زيادة الإنتاجية وتحسين القدرات الرياضية ومنع الإصابات وكسب معرفة مسبقة بشأن القرارات الصحية، وحتى معرفة توقيت تقديم فكرة ما إلى مديرك أو زوجك بناء على مزاجهما. في أثناء تأليف هذا الكتاب كنت أدرك تماما أنه سيكون عتيقا نوعا ما بحلول وقت نشره، لأن السوق قد شهدت زيادة بنسبة 44% في عدد الأجهزة القابلة للارتداء العام الماضي. بدلا من مقاومة تلك النزعة، تحرر من التكلف لحظة، وتخيل ما سيكون عليه الأمر حين تكتشف بسرعة الأجوبة على الأسئلة الآتية: هل يصل توترك إلى مستويات حرجة؟ هل تشرب ماء كفاية؟ كيف هو شعورك؟ التفكير خارج نطاق التقانة. لقد أوضحت في هذا القسم كل الطرق التي يمكن أن تساعدنا بها التقانة في فهم أنفسنا واتخاذ قراراتنا. على كل حال، جدير بالذكر هنا أن التقانة مجرد أداة لمساعدتنا لا الحل لكل مشكلاتنا. قد تندهش حين تسمعني أنا التي أصف نفسي بأنني متفائلة رقميا أقول إن التقانة ليست الحل النهائي، لكن أهم جزء في التفكير على نطاق ضيق ربما يتمثل في التوقف عن التفكر أحيانا. يجب أن نستفيد في أثناء محاولة فهم أنفسنا من أفضل حاسوب خارق جرى إبداعه حتى الآن، العقل البشري. قد يعني هذا التوقف وعزل أنفسنا عن محيطنا والنظر إلى الغيوم والتأمل في بعض أروع أسئلة الحياة، سيعني هذا التواصل مع مشاعرنا والإصغاء إلى جوارحنا، أو محاولة كسب الحكمة عبر الصلاة أو التأمل. أنا واثقة بأن بعض العلماء سيشعرون بخيبة الأمل حين أكتب هذا، ولكن أظن أن البشر أسمى من مجرد كتلة من الخلايا العصبية المتشابكة والنشطة. نشعر بأشياء مختلفة، لسنا مجرد آلات تعمل وفقا لخوارزميات مقدمة، وإنما نخرج عن نطاق ما تخبرنا به البيانات لنميز ما نشعر بأنه صحيح. هناك قلب في صميم معرفتنا لأنفسنا، وهو ما يجعلنا بشرا وأفضل من الآلات، وحتى من التقانة التي ابتكرناها لنعرف أنفسنا على نحو أفضل. قد ندرك الفصل الأخير من معرفتنا ذاتنا حين نفكر بعقولنا ونشعر بقلوبنا.
تحدد قراراتنا المصغرة ما نكون عليه بوصفنا أفراداً. عندما نرنو بأنظارنا إلى مستقبل السعادة سنجد تقانا في متناول يدنا، ولكن أي أثر ستتركه عقولنا خلفنا؟ إذا نظرنا إلى تفاصيل حياتنا يمكن أن نرى أن القرارات المصغرة التي نتخذها تمنحنا بصائر بشأن طريقة إجراء تغييرات في معيشتنا. حان الوقت الآن للاستفادة من هذه المعلومات من أجل إنجاز التحول المنشود، بتدريب عقولنا على استخدام مبادئ علم النفس الإيجابي لتحقيق كل إمكاناتنا في العمل والبيت وفي حياتنا الشخصية.